ايه المطلوب؟ مطلوب تركيز شديد جدا، مطلوب ان كل لاعب يؤدي دوره على اكمل وجه، مطلوب ان الاخطاء في مثل هذه المباريات ممنوعه، مطلوب ان استغلال الفرص وانصاف الفرص صحيح لو جات لك انك تستغلها، لان لا اعتقد ان الفرص اللي اتيحت للنادي الاهلي في القاهره سيطحن نصفها هناك، اعتقد الامور لابد ان نكون واقعيين يعني، لاسباب كثيره جدا انك بتلعب خارج ارضك في ظروف صعبه، في حر، في رطوبه، في ملعب من نجيل صناعي، كل ده هياثر عليك بشكل كبير جدا، لكن في النهايه ربما يعني اكيد مؤكد جالك فرصتين ثلاثه انصاف فرص كور دي ما فيش تهريج فيها وما فيش اي استهتار فيها، اعتقد ان لابد ان كله يكون مركز، كله يكون حاسم، ان شاء الله الاهلي يقدر يتخلص. اعتقد ان موسيماني من قبل ما يسافر هنا وهو بيعمل جلسات مع اللعيبه، يمكن عمل اكتر من جلسه مع اللعيبه هنا في القاهره حتى قبل السفر بلحظات، بلس جلسه الكابتن محمود الخطيب، يمكن النهارده برضو قعد معاهم موسيماني بيتكلم كله في اطار نفسي وتجهيزي وفني نظري وعلى ارض، لان على ارض الواقع خلاص الدنيا بقت صعبه بالنسبه لك، انت بتعمل تدريبات خفيفه بحيث انك تحافظ على المستوى البدني بتاعك وتحافظ على استعداداتك الذهنيه والنفسيه للمباراه. ان شاء الله يقدروا يتخطوا المباراه الصعبه. طيب كان في